بكره بس يرجع الشوفير اش كان في شي اكيد ابي او اخي بيبعتوا لي ما عم منه مكتوب، واش كان ما في شي لازم انزل وبيع الزيت وظبط كل اموري. خلاص بدي بعله يا العرباية لابي وبدي شغله تحت ايدي، انا اللي بتصرف وانا القايل والشايل. واهل الحارة والله لا اشويهن شوي، لك انا يلعوني من القهوة مو مشكلة، بس والله بيان لي بس كم واحد ازعر هيك يلتموا حوالي، شنو صار لازم اقطع لهم حيله ويصير الشاطر منهم بده رضاي لارضه. مو مطولة قربت. غالي اهلين تفضل. شفت لي شي عمي ابو عارف؟ مين ابو عارف؟ ابو عارف اللي بقعد هون انا وياه عند منك. ايه تذكرته، ما اجى اليوم. طيب هو قايل لي انه ساكن بقرني قريبة هيك من هون، اسمها تم السمكة. والله لا بعرف بيته ولا بعرفه للزلمة، ولا في حارة هون اسمها تم السمكة. انت اكيد تذكرته؟ ايه تذكرته، كان يجي يقعد هون بس انا ما بعرفه ولا بعرف بيته. شلون ما بتعرفه ولا بتعرف بيته وعم تسلم عليه احلى السلامات وتضحك وتتكهكه؟ مزبوط، زبونه عم يسلم علي، لازم رد عليه السلام باحلى من سلامه. زبون هاد زبون. ماشي ماشي. والله يا خال انا ساكن بمنطقه قريبه، يعني شي 10 دقائق مشي، حاره اسمها تم السمكي، بس حاره جخ يعني. ان شاء الله شي يوم بدي اعزمك على الغداء لعندي، عرفك على البيت اكيد رح يعجبك. خذ يا ابو شهاب هاي تذكره النفوس تبعك. على راسي. خال هاي الورقة مكتوب فيها تذكرة النفوس تبع أبو شهاب. اسمع يا أبو شهاب، بتوصل الزيتات لمحلين وبترجع لعندي وبتاخد كامل أجرك. أبو الشباب معيتك شوف لي هالتذكرة وين عنوانها؟ مين كتب لك اياها هيدي؟ والله واحد صاحبي. بس ما في اسم هيك هون، يمكن مخربطين لك بالكتابه. لحظه لاقول لك. خيي هالخونه مو من خونه الطرطوس. لك وين؟ والله علمي علمك. مرحبا عمي. اهلين. هون قسم الاليات؟ مزبوط قمار. دخيل عينك معناتها شوف لي رقم هذا الاطنبيل الشحن، الله لا يوفقه خابط بالحيط تبعنا وبدنا نعرف عنوانه، وشو بدك انا بكرمك؟ لا يا عمي معي، شو تكرمني؟ أنا موظف هون مو من الشارع، هيدا واجبك. هي لا تأخذنا، خلص شوف لنا إياها معناتها. ليكون هذا الشوفير مو من طرطوس، من شي قرنة تانية. العمى منين بده يكون؟ بدك تطول بالك شوي، يمكن تأخر ليصح له شي نقلي مشان ما يرجع فاضي. لك وتذكرة النفوس؟ يمكن يكون مو طرطوس، من شي قرني تانية، من بانياس، من اللاصقين. لك طيب ونمرة الأطنبيل؟ ما بدك توقف عندها. وين منمر الأطنبيل؟ الله بيعلم. دنيا كبيرة واسعة لك عمي. طيب عمي أبو حبيب، أنت متأكد أنك ما بتعرفه؟ يعني مو مارر على راسك هيك شكالة؟ والله لا بعرفه ولا عمر شفته. الله يسامحك، قلنا لك ننقل لك الزيت، قلت لا،
خلينا على صاحب ابو عارف، وانا قلت لحالي ما بدي اتدخل. يعني ما شفت شلون قال لي بنص القيمه؟ يعني انت لو كنت بدال مني ما بتعمل نفس الشيء؟ والله انا استغربت شو بنص القيمه، بس قلت لحالي لا تتدخل، ما بدي ازعلكم. على كل اذا بدك امرق بكره المساء عندي، عندي نقل كبيره وراح يجي الاطنبيل اللي متعامل معه، نسأله ونوصف له أطنبيل الشحن ونوصف له الرجال وشكله، بلكي بيعرفوا هودي اللي اشتغلوا هالشغلة إلا ما يعرفوا بعض. وإمتى المساء؟ هلق عادة أنا بصرف العمال وبسكر بكير، بس عبكرة بدي أتأخر لحمل الحمولة. هلق فيك تجي قبل ما تعتم العين. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك لعملك شريف، مو عيب يلتعب عليك؟ لقوا الكل طابخينا سوا، شافوني غريب، لقوني مثل لقمة الغلا. لو ما كانوا متفقين علي ما كان اللي أبو عارف باخدك لعند واحد منيح، بس أنا كمان الحق علي. إيه أنا ما بأمن لأبي، شلون أمنت له ومشيت مع منه على أبو عماها؟ ما عم أفهم. لا وأبو حبيب عمل لي جلسة وعظ وحرام وحلال. ماشي أسمراني ومربوع. لك وعنده أطنبيل أبيض ما عرفته؟ علم المؤاخذة ما عرفت زلمة بهالمواصفات هاي. لسه بيقول لي ما بعرف زلمة بهالمواصفات؟ لك انتو جماعة الأطنبيلات على حبه لله، ما بتتجمعوا بقرنة واحدة؟ لكن اللي بيشتغلوا بهالشغلة كلهم بيعرفوا بعضهم. لك طيب ما عرفت المواصفات اللي قلت لك ياها أنا؟ لا لا حول. لك شلون يعني فصن العوداب؟ ايه بده يكون مانو من طرطوس. لك عمي أبو حبيب أحكي لك شي كلمة. ولك ابني هاكو هنا بانياس قريبي ولا سخيه كمان، روح لهونيك واسأل عنه يمكن تلاقي حدا اللي يطلع على بانياس ولادية. يا عمي لأنه تذكرة النفوس وللأتومبيل هون بده يكون بشي مكان تاني. اي منت علينا والله يا عمي أبو حبي. تمام معلم، هاي خلصنا حمولة الأتومبيل والشباب صرفتوا وصبتوها مليح. على كيف كيفك معلم؟ الله يعطيكم العافية. ايه خي محمد، البضاعة صارت بالأطنبيل والعنوان معك، فيك تتيسر. ايه على راسي. السلام عليكم. عليكم السلام. خي ابو حبيب تفضل، هاي المصريات. هذا الحساب كله؟ كله، فيك تعده ان اذا بدك. لا هاي ما حبيت منك. شو هاي أول مرة بنتعامل فيها معك؟ يا خي مش أول مرة بتعامل معي، بس بلكي أنا بخربط. لا ما راح تخربط، وإذا خربطت بيكون لصالحنا. عن إذنك راجع لك. إذنك معك. تفضل. تصبح على خير خي ابو حبيب. وانت بخير ميسرة. الله يخليك. Thank you.
وين راح؟ يلا الله يكون بعونه. كان وصلت عالشام وكانت نهلة الزيت وصلاني بيكون ناقشت مع منك لك شريف، وإش كان ما كانت وصلاني كأنها وصلاني وربحنا فيها خير الله. بس لازم أهرب من هون دغري. أخرت اليوم عليكم ما هيك؟ إيه والله يا معلم، لأن جابوا حمولة زيت ونعطينك لحتى تحاسبه. على عيني، بس والله ما كنت فاكر انه رح تجي الحمولة اليوم. دهنوا للي بده حاسب. امرك معلم. بسم الله. العمى لو كان مصاري عبد الرغام. عبد الرغام مر معلم. لك شو مر؟ المصاري مسروقة من الصندوق. شو؟ أبو درغام لما جيت الصبح لهون كان باب المكتب مفتوح؟ لا معلم، كان مقفول وأنا بإيدي فتحتهم بالمفتاح. كيف؟ مين فات؟ مين طلع؟ اجمع لي هالعمال لشوف. حاضر معلم. دور قلبي شو اشتقت لك وشو غليان قلبي عليك. وانا اشتقت لك يا ابو. اهلين اخي. اهلين لطيفه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حق. رح احط لك شنطه بالاوضه. لا لا تعي لك دشريها من ايدك، بس روحي ساوي لي فنجان قهوه. شنو راسي مدوش خير الله من السفر ومن الشغل. ايه مو تكرم عينك. الله يكرمك يا حق. لي تعتع تعود ما بدي تؤمر الهي. والله ماني مصدقه. أبو قلبه عليك مثل النار. وين كنت؟ الشغل يا مو الشغل. فضائل كل هو الله أحد. فضائل كل هو الله أحد. فضائل كل هو الله أحد. لك شو بك يا مو؟ ما بدها كل هالآيات. إيش وين كنت؟ بالحرم. لك رحت شكل وإجيت شكل. شو هذا؟ شو هالسبوبية؟ وشو هالأواعي؟ وشو هالقدر؟ يا مو رايحة في أبي وأخي. إيه تقبريني؟ تاكل تقبرني؟ لا لا بس بدي اشرب فنجان قهوه وفوت نام. مالي غضران. طمني شلون شغلك؟ موفق؟
لكن يا مو انا على كيفك، شلون ما زبتيتيني بيجي واقف مثل السام. والله بس يشوفك ابوك هلا لا يمزع عقله. ايه بدي احط له الطربوش. يا اهلين يا اهلين وسهلين. لك وينها؟ غليت قلبي عليك. تع تع لك يا ابي تع شمك. عود حود عود لك يا ميت. اهلا وسهلا بشريف افندي. الله حيو اللطيف. شلون هلا سام؟ شلونك؟ على كيفك. تفضل عود. شو وين الزيتة؟ قصة طويلة بحكي لكم بس لفي. حطوا له ياكو. حاضر يا ابي. لا لا تعالي لطيفة، ما بدي، مالي غدران، مو مصدق امتى اتسطح هنا. يا ابي. ايه يا ابي. ان شاء الله توفقت بشغلها. معلوم يا ابي، عند منك رجال ابن رجال. الله يرضى عليه ويوفقه ويهديك. امين. لطيفة، شو صار بالقهوة؟ يي نسيت حط الدولة على البابور. قبل ما تقولوا أي شيء، أنا وعمالي وأبو درغام عايشين صرنا عمر، ولا عمره نقص من المعصرة حبة زيتون واحدة، وصندوقي ما بينقفل للمسا. بتعرف بيع وشري، حط وبشيل، ولا عمره نقص قرش. والله يا أبو حبيب بدك ما تواخذني، بس بعد اللي شفناه وتحققنا منه يلي سارق هو منك وفيك. أعوذ بالله. أعوذ بالله ألف مرة، بس يعني لا في خلع ولا في كسر، والصندوق مفتوح بمفتاحه، هي كيف بتفسرها؟ أك والله شغلي تحط العقل بيكف. ابني مسافر وما في بالبيت غير أنا ومرتي. يعني مرتي تسرقني؟ وإمتى؟ أنا وياها بالبيت، خلقتنا بخلقة بعض، لا راحت ولا إجت. يا جماعة أنا حطيتهم بإيدي وقفلت الصندوق بإيدي، ما في غير الجن، عفاريت. والله يا أبو حبيب بدك تعصر مخك منيح وتفكر بوقت مبارح شوي شوي. وين كنت؟ شو عملت؟ مين كان عندك؟ أخي مفاتيحك وين كانوا؟ مفاتيحي على طول معي، ومبارح ما حدا إجا. ذكرت إجا واحد كان مسروق وعم يسأل عن يلي سرق. طلعت لأطمن على نقلة الزيت ورجعت، قفلت الصندوق، قفلت باب المكتب ورحت. وهذا اللي كان عندك طلع قبلك ولا معك ولا كيف؟ لا لما طلعت رجعت ما لقيته. كيف ما لقيته يا أبو حبيب؟ يمكن لما طلع يمكن ما شفته. طيب ووقت اللي كنت برا صندوقك كان مسكر ولا مفتوح؟ حطيت المصاري بالصندوق بس ما قفلته وطلعت. وطولت برا؟ يعني فيك تقول خمس دقائق يعني. وقت اللي رجعت ما لقيته؟ لا ما لقيته. ابو حبيب ركز معي، عم بتقول كنت برا ورجعت، قفلت الصندوق وقفلت الباب ورحت، تمام؟ تمام. طيب وقت اللي رجعت قبل ما تقفل الصندوق فتحته شفت المصاري شي؟ لا ما شفته، قفلت الصندوق ومشيت. يا ابو حبيب لما انت رجعت ما لقيت الشب اللي كان عندك، مظبوط؟ مظبوط. والشباك تبع المكتب مفتوح من جوا، يعني اللي كان عندك ما شفته لما طلع، مظبوط؟ مظبوط. صارت القصة واضحة يا أبو حبيب.